كيف كانت البداية مع النادي الأهلي ووجود حضرتك كمدير للتعاقدات مع النادي الأهلي؟ أنا بدايتي في النادي الأهلي تحديداً آخر 2008 أول 2009 في قطاع الناشئين. كان الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر رحمة الله عليه، يعني كان هو صاحب الفضل بعد ربنا إن أنا أبقى موجود في النادي الأهلي في قطاع الناشئين. اشتغلت مدير إداري لمدرسة الكورة، كان مدير فني مدرسة الكورة الكابتن أمين عرابي. كان معانا كوكبة بقى موجودة من المدربين الكبار العظام، يعني كان قعد معانا فترة كابتن علي ماهر، كابتن عصام صلاح، كابتن ياسر رجب، كابتن سيد غريب، كابتن محمد يوسف اشتغلت معاه شوية في قطاع الناشئين، كابتن محمد شرف. ابتديتها من أول مدير إداري. مدير إداري قطاع مدرسة الكورة البراعم، وبعديها مسكت فرق بقى لغاية الفرق اللي قبل الفريق الأول. كان ماسكها الكابتن عبد الله عيد، ده الشيخ الإداريين عندنا في النادي الأهلي، ربنا يديله الصحة، يعني هو موجود وطلّاه في عمره، يعني ده مدرسة يعني بصراحة. قعدت ما يقرب من يعني بعد اول سنه الكابتن احمد ماهر بصراحه الله يرحمه قال انا شايف فيك كادر ممكن تطلع الفريق الاول في شكل الاداريات، يعني شغل الاداريات. كابتن احمد قعد سنه، وبعدين جه كابتن عبد العزيز عبد الشافي. انا كنتش اعرف كابتن زيزو غير ان نجم كبير في السبعينات، تعرفت عليه بدايتي مع كابتن زيزو. يعني كان عندنا المرحله بتاعه الاختبارات، كنت بلعب كوره في نادي الصيد، فجالي كسر في رجلي، فصممت اروح صممت ان انا اروح الشغل وانا رجلي مكسوره. فكابتن زيزو يعني قال لي لا انت ما تكملش كده لغايه ما نخلص الاختبارات. انا صممت ان انا ابقى موجود يعني. فكانت هنا البدايه بقى ان يبقى كابتن زيزو في ثقه يعني.